وزارة الأوقاف المصرية تعلن بدء تنفيذ مشروع 1000 مسجد جامع على مستوى محافظات الجمهورية. التحفظ على ممتلكات 16 جمعية إخوانية تمهيدا لحلها. ونقابة الصحفيين تدعو لتفعيل باقي قرارات الجمعية العمومية اعتبارا من الغد. وزير الزراعة: مشروع 1.5 مليون فدان يحقق الاكتفاء الذاتي، والوزارة تستقبل 900,000 طن قمح محلي. لجنة تقصي الحقائق الإيطالية تطالب بتدابير جديدة ضد مصر لتوضيح حقيقة مقتل ريجيني.